بيننا. السؤال الثاني من موضوع التنمر شخبوط الله يرضى عليك، وش تتوقع سبب الشخص انه يتنمر؟ اول شيء طول العمر يومني مقبل واسمعكم بالبث تقولون تنمر، اقول وش ذا التنمر؟ لين حكى فيه عادل وحمد دريت انه الاعداء. نعم اللي 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 دائما ضدك في كل شيء، انا اشوف انه نجاح. التنمر هذا نجاح لك يا الشخص. ومواضيعكم اليوم ما نبقى متناقضة، لكن بيحطونها عرب متناقضة اللي هي طول العمر. الحين أنت تقول تنمر وشو واهس؟ لا مو واهس، هوس الشهرة. هذه بننتقل لها بعد. هوس الشهرة. للحين لما تكلمنا عن الموضوع ذا أو تكلمنا عن نوع منهم بيقولون إنها إنك تنمرون عليهم، لكن فيه فرق. فيه تنمر يا طول العمر وأنت تدري إنه حاسد. وفي تنمر طول عمر ما نسميه تنمر، نصيحة محب، نصيحة المحب. حتى دحين في المجالس ودحين لا جاي طول عمر في مجلس مصطك ونصحك قدام العالم، قدام العالم ما قبلت هاي الشخص صح. لكن لا من امسكك على جنب وظهرك، وانت حتى لو انك تدري ان ان انك الشخص اللي قدامك ما انت بتقبله هو كذلك، لكن لا امسكك على جنب والله انها تغير نظريتك صوبه. يا سلام. ويزيد غلاه ويكبر قدره. اما لقد النصيحه طول العمر قدام العرب والواحد انت ابخص بروحك، تدري من هو يحبك وتدري من اللي يبغضك. لكن طراه الحسد وذي طرى علي.